بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. مرحبا بكم في دورتنا الثانية لمسجد الرحمة، وشكر الله سعيكم وحرصكم على الحضور في هذا الجو المطير. مرحبا بكم مع دورتنا الثانية والتي تحمل اسم على بصيرة، وذلك تحت محور التأهيل الدعوي عقب الدورة الأولى التي كانت تحت محور التأهيل الفكري. وكما قرأتم إخواني وأخواتي، دورتنا تحمل اسم على بصيرة، وهي بركة من قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. دعوتنا السلفية بحمد الله تعالى دعوة ربانية تخطو على خطى السلف، تتخذ الكتاب والسنة مصدرا ومنهجا ومنطلقا. دعوتنا بحمد الله تعالى تعنى بالتخطيط والمؤسسية. دعوتنا بحمد الله تعالى تستفيد من معطيات العصر والحضارة والتقنيات الحديثة. دعوتنا بحمد الله تعالى حرص على هداية الخلق إلى الحق. دعوتنا بحمد الله اقتداء بالداعية الأعظم الأول صلى الله عليه وسلم. دعوتنا تحرص على تخطي العقبات. دعوتنا لها ضوابط ومحاذير، ولهذا كله كانت هذه الدورة تحميسا وتنشيطا لنرسل رسالة للعالم، كل العالم، أن للإسلام أجنادا وأنصارا يحرصون على تعلمه وتعليمه والعمل به ونشره، ليعلم الجميع أن هناك من يفكر في هذا الدين، ليعلم الناس أن محمدا ما خلف بنات صلى الله عليه وسلم، بل خلف رجالا يحملون نفس همه ويعيشون لنشر دينه وسنته، يخططون لهذا الدين وينشرونه بين العالمين، ليتأهل الدعاة لحمل هذه الأمانة العظيمة، ليعلم الجميع أننا نريد أن نزاحم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه يوم القيامة على الحوض، وأنه خلف رجالا بحق وليس كلاما فحسب، لننطلق من هذه الدورة دعاة إلى الله تعالى على بصيرة. فاحرص أيها الحبيب على تفهم ما يلقى عليك وتدارسه مرة بعد مرة، وعضد هذه الدروس بمراجع وفرناها لك خارج المسجد تحمل نفس المواضيع ووسائل دعوية تعينك بإذن الله على وظيفتك، وأسهم في نشر الخير. فلئن حضرت اليوم بمفردك فهذا تقصير منك في دعوة نبيك صلى الله عليه وسلم. إن حضرت اليوم بمفردك فاحرص غدا على أن تحضر معك 10 على الأقل. أسهم في نشر الخير تكن من أهله ويكن لك مثل أجورهم. ثم سبح معنا ربا هاديا ونصيرا. ومع أول محاضرة في دورتنا الدعوية وفضيلة الشيخ عصام حسنين جزاه الله خيرا وشكر الله له ومفاتيح القلوب، فليتفضل. أسأل الله عز وجل أن يوفقه ويسدده ويفتح عليه الخير. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقد أحسن الشيخ إيهاب حفظه الله تعالى القيام بهذه الدورة، وكذا التوفيق في اختيار العنوان على بصيرة، لأن الدعوة إلى الله عز وجل في الأصل فرض على الكفاية، أي طلب الله عز وجل من العباد أن تكون منهم طائفة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.
ثم هذا الفرض الكفائي قد يكون فرضا عينيا إذا كان المسلم في مكان يرى منكرا فالزمه أن يغيره بعينه حسب قدرته واستطاعته، أو يرى معروفا ترك فيأمر به. ولا شك أننا في زمن نرى المنكرات أمام أعيننا، فلا بد وأن يسعى كل واحد منا للتغيير، ولكن على بصيرة، على علم ويقين وبرهان. والدعوة إلى الله عز وجل فضلها عظيم، يكفيك أن تكون من أمة الخيرية، كما قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول عمر رضي الله عنه: من أراد أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله منها. شرط الله منها: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كما أن الله سبحانه وتعالى جعل فرقا بين المؤمن والمنافق، فقال في المنافقين: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. وقال سبحانه وتعالى عن المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والمثلية هنا على ظاهرها، فإن دللت أحدا على خير ففعله فلك مثل أجره، إن دللت رجلا على صدقة فلك مثل أجره، إن دللت رجلا على الصلاة فلك مثل أجره. يقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجره، لا ينقص من أجورهم شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب وقتئذ. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. كما أنه زاد لك بعد موتك، فإذا مات الإنسان فإنه لا ينفعه مما قدم إلا ثلاث: منها علم ينتفع به، علم ينتفع به، كذا أيضا إذا عم المنكر وظهر الفساد ولم يقم الناس بما يجب عليهم ونزل عذاب، فإن الله سبحانه وتعالى لا ينجي منهم إلا من نهى عن هذا المنكر. وهذا نأخذه من قصة أصحاب السبت. أصحاب السبت قوم من اليهود كانوا يسكنون على شاطئ البحر، فبذنب من ذنوبهم عاقبهم الله عز وجل بتحريم الصيد عليهم في يوم السبت. فكان السمك يأتي في يوم السبت شرعا،
يملأ البحر ويطوف على الماء، وفي غير يوم السبت لا توجد في البحر سمكة، وظلوا على ذلك أمدا. فعمد أحدهم إلى التحايل فنصب شبكة في البحر، فجاء السمك فدخل فيها، ثم تركه يوم السبت وليلة الأحد، وفي يوم الأحد أخذه. فعلم الناس بحيلته، فانقسم أهل المدينة إلى ثلاثة أقسام: قسم قلدوه، وكل ساقطة لها لقطة، أي منكر تنكره النفوس أولا، إذا لم ينكر فعندئذ يقلده البعض. وقسم قاموا بما يجب عليهم فنهوا عن المنكر. وقسم ثالث لم يصطادوا السمك ولم يخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى، لكنهم سكتوا، لم ينهوا عن المنكر، بل وقالوا للطائفة التي قامت بالواجب: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نزل العذاب نجى الله من، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون بسبب الفسق والخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، مسخهم الله عز وجل قردة. فأنجى الله عز وجل الذين ينهون عن السوء. ما مصير الطائفة التي سكتت، التي لم تقم بالواجب عليها؟ كفاها ذما أن الله عز وجل لم يذكرها عندما نجى أولياءه. وقد اختلف فيهم السلف، وابن عباس رضي الله عنهما لا عنه روايتان: رواية أنهم هلكوا مع من هلك، ورواية أنهم نجوا مع من نجا. والراجح أنهم نجوا، لكن كفاهم ذما أن الله عز وجل لم يذكرهم في الناجين. فهذه القصة نأخذ منها عظة وعبرة، أن الله سبحانه وتعالى ينجي أولياءه وعباده المؤمنين، وأن المنكر إذا ظهر ولم ينكر أوشك الله أن يعمهم بعذابه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه النجاة. وإذا ما كانت هذه منزلة الدعوة إلى الله عز وجل، فلا بد وأن نعلم أن الدعوة إلى الله عز وجل إما أن تؤدى بصورة فردية، وإما أن تؤدى بصورة جماعية. الصورة الفردية أن يدعو فرد فردا إلى الله سبحانه وتعالى، يأمره بالمعروف ابتداء يدله على خير، أو أنه إن رآه ارتكب ترك منكرا، ترك معروفا
أمره به أو رآه يرتكب منكرا نهاه عنه بمعروف. وهذا مكلف به كل أحد، ومن شرطه العلم، لكن العلم هنا يتجزأ، فمن علم مسألة فهو عالم بها، وجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بها. مثلا رأيت شخصا لا يصلي، من منا لا يعرف أن الصلاة ركن من أركان هذا الدين العظيم، وفريضة من فرائضه، وصلة بين العبد وربه، كلنا يعرف ذلك. هذا من العلم المنتشر. فإذا قلت له يا فلان صلي، هذا علم، علم تعلمه، فتدعو إلى الله عز وجل به وتذكره بالله سبحانه وتعالى. كذا أيضا هناك دعوة فردية بطريقة التعهد، أي تتعهد مدعوا إلى أن يصير أخا ملتزما بدينه، عاملا به، داعيا إلى الله عز وجل. والدعوة الجماعية أي العمل الجماعي، تجتمع مع إخوانك، تتعاون معهم على البر والتقوى، تتعاون معهم لنصرة الدين، لنصرة الله تعالى، لتحبيب الناس في الله وتحبيب الله إلى الناس. تتعاون معهم، يقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للذين يتناصرون من أجلي، يعني ينصر بعضهم بعضا من أجل الله سبحانه وتعالى، من أجل توحيده وعبادته سبحانه وتعالى. وإذا كان العبد يعمل في عمل جماعي فإنه يتواضع ويبذل جهده وسعة، كما أنه لا يبالي أين وضع، إنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرات قدماه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. هذا عبد على أهبة الاستعداد، لا يبالي في أي مكان وضع في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. وعليه فلا تعارض أبدا بين طلب العلم الشرعي وبين الدعوة إلى الله عز وجل. طلب العلم مع المحبرة حتى المقبرة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والدعوة الفردية لازمة ومتنقلة مع كل مرحلة، وهذه مخاطب بها كل أحد. وأما التصدر فلا تتصدر قبل أوانك، ولا تتصدر قبل أن يصدرك شيخك، مع ازديادك من العلم. لكن الدعوة الفردية مستمرة، أنت في الطريق، في الشارع، في البيت، في العمل، في الجامعة، في أي مكان تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى قول الله سبحانه وتعالى على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا،
وجعلني مباركا أينما كنت. قال العلماء أي داعيا إلى الخير، مبارك داعيا إلى الخير أينما كنت حيثما حللت. وهذا هو وصف المؤمن على الحقيقة، أنه مبارك، خيره كثير ومستقر وطيب، أقواله طيبة وأفعاله طيبة، مثله مثل النخلة، شجرة طيبة ينتفع بكل جزء منها. كذلك المؤمن كالمطر أينما وقع نفع، فمجلسه عامر، مجلسه طيب، ينتفع به الناس بأقواله وأفعاله وسمته، بركته تحل في المكان الذي يجلس فيه، والمقصود النفع، كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحة. والدعوة إلى الله عز وجل تكون بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن معالم الحكمة مفاتيح دعوية جعلها الشرع الكريم مفاتيح للقلوب، لتهيئتها، لترويضها، هداية القلوب، هداية التوفيق بيد الله وحده. وإنما المقصود بمفاتيح القلوب المفاتيح الدعوية لتقبل القلوب عليك. يقول علي رضي الله عنه: القلوب وحشية، فمن تألفها أقبلت عليه. القلوب كالوحش الذي يحتاج إلى تأليف وترويض، فمن تألفها أقبلت عليه. فما هي المفاتيح التي تروض القلوب لتقبل عليك، ومن ثم الإقبال على الله سبحانه وتعالى؟ لأن هذا هو المقصود، فإن الغاية التي من أجلها خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومركزنا هداية الناس وإرشادهم ودلالتهم على ربهم سبحانه. فهذه الأمة شرفها بأنها وارثة، وارثة النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول سبحانه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. أي الذين يبلغون رسالات الله بأمانة ولا يخشون أحدا إلا الله، وهم الأنبياء والمرسلون، وسيدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أمته خير الأمم، وهم يقومون بهذا الواجب بعده صلوات الله وسلامه عليه. لما ارتد من ارتد من العرب بعد موته صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه قولته المشهورة: أينقص الدين وأنا حي؟ يقول أبو هريرة
لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله. يقول: أينقص الدين وأنا حي؟ كذلك أنت، لتكن أنت هذا الرجل الذي يقول: أينقص الدين وأنا حي؟ وكما ترون الدين في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، في الأخلاق والسلوك في نقصان. فمن الذي يجبر هذا النقص في الدين إلا أنت بنشاطك، بدعوتك إلى ربك سبحانه وتعالى. فنقول إن هذه المفاتيح الدعوية التي هي مفتاح للقلوب مفاتيح كثيرة. أول مفتاح هو إقبالك على ربك. الإقبال على الله تعالى، لأن الله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا أي مودة في قلوب الخلق على أحد التفسيرين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل، والسين هنا حرف المستقبل القريب، سيجعل لهم الرحمن ودا أي محبة في قلوب الخلق. وفي حديث جبريل عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم يحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يوضع له القبول في الأرض يعني يقبله الناس ويقبلون عليه ويحبونه، يحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فالشأن أن يحبك الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأول مفتاح أن تقبل على الله ليقبل الله تعالى بقلوب العباد إليك. فمن أحبه الله أحبه كل شيء، ومن خاف الله خافه كل شيء. إحسانك في عبادتك ربك سبحانه وتعالى، فإن أحسنت في عبادة الله أحسن الله عز وجل إليك. كذا أيضا الإخلاص في الدعوة إلى الله تعالى، أن تدعو إلى الله مخلصا. رايتك المرفوعة دائما أنك تريد أن تحبب الله تعالى إلى الناس، وأن يحب الناس ربهم تعالى. هذه رايتك المرفوعة دائما، بل وغرضك من حياتك هو ذلك، أنك تعيش لله تعالى فتدعو له مخلصا له سبحانه. لا تريد سمعة ولا رياء ولا جاها ولا منزلة، إنما تريد وجه الله تعالى بالدعوة إليه مع صدق في النية والمقال والفعال. تصدق في نيتك، وتصدق في قولك، وتصدق في فعلك، فيوفقك الله عز وجل. ومن صدق الله صدقه.
هذا العبد الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، قال له: أرأيت إن قتلت أين أنا؟ قال: في الجنة. فلم يلبث قليلا حتى وقع غزو، فنصر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، فجيء بنصيبه من الغنائم، فقال: لا، إنما بايعت، أي على الإسلام، بايعت على سهم يأتي منها هنا فيخرج منها هنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن صدق الله يصدق، يعني إن صدق الله تعالى في ذلك فإن الله عز وجل سيصدقه. فلم يلبث أن وقع قتال، فوجد مقتولا في القتلى رضي الله عنه، وبالوصف الذي وصف، سهم في رقبته. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدق. وكان صلى الله عليه وسلم في الجاهلية معروفا بالصادق الأمين، فلما بعثه الله وكان أول المسلمين صلوات الله وسلامه عليه، فصدقه صلى الله عليه وسلم ظهر على وجهه وظهر في قوله، حتى كان يقول القائل: إنه ليس بقول كذاب ولا وجه كذاب. صلى الله عليه وسلم وجهه يعرف منه الصدق، كلامه يرى فيه الصدق صلوات الله وسلامه عليه. لما جاءه الطفيل بن عمرو وطلب منه أن يعرض عليه دعوته، قال: إن الحمد لله، أحمده وأستعين به وأستغفره. قال الطفيل: ما أجمل هذا الكلام، أعده علي. فأعاده صلى الله عليه وسلم، فأسلم الطفيل، أسلم من هذه الكلمات فقط. ثم عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تلا عليه آيات من كتاب الله تعالى. ابن مسعود رضي الله عنه يمر على مجموعة من الشباب، فيهم شاب يغني لهم ويضربون القضيب، آلة كانوا يصدرون منها الموسيقى، وليس هي بالموسيقى المعروفة الآن، إنما تصدر صوتا. فوقف ابن مسعود رضي الله عنه فقال: ما أجمل صوت هذا، لو كان في تلاوة القرآن. ثم انصرف، بضع كلمات، ما وقف وقفة طويلة، وما جادل وما ناظر وما ناقش، إنما بضع كلمات: ما أجمل صوت هذا، لو كان في تلاوة القرآن. ثم انصرف، فقال الشاب المغني: من هذا؟ قالوا: هذا ابن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما قال؟ قالوا: قال: ما أجمل صوت هذا، لو كان في تلاوة القرآن. فتركهم وجعل يجري وراء ابن مسعود، ثم التزمه عبد الله بن مسعود والشاب بين يديه يبكي، وتاب الشاب من لحظته، وجعل من علامة توبته أن يجاور بيت الله الحرام. هذا الشاب الذي بدايته هذه نقرأه في الأسانيد،
عن زاذان عن عبد الله بن مسعود. هذا الشاب هو زاذان، هذا كانت هذه بدايته، وهداه الله عز وجل على يد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. صدق، صدق في الدعوة، هذا الصدق يشعر به السامع ولابد، فإن الكلام إذا خرج من القلب دخل القلب، إذا خرج من اللسان لم يتجاوز الأذان، لا يؤثر إلا المتأثر. كذا أيضا من المفاتيح الأمانة والشفقة والرحمة بالمدعو، بالناس جميعا. الأمانة أن تشعر أن هذا المسلم أو هذا الإنسان أمانة، ولا بد وأن تتقي الله عز وجل فيه، وأن تظهر له أنك خائف عليه وتحب له الخير وتخاف عليه من هذا الطريق الذي هو فيه، الذي مآله شر في الدنيا والآخرة. تظهر له ذلك، حتى في علم التسويق المعاصر يقولون المسوق الناجح الذي يعرض بضاعته بصدق وأمانة. هذا المتسوق الناجح، المسوق الناجح الذي يسوق بضاعته، إن عرضها بصدق وأمانة قبلت منه. هذا في بضاعة مادية. نحن يا عباد الله عندنا أعظم بضاعة، إنه الإسلام الحق، إنه المنهج الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة. لكن للأسف كثير منا لا يحسن عرض البضاعة، فانظر إلى المولات الكبيرة كيف يعرضون البضاعة، وتجد نفسك من دافع داخلي تريد أن تشتري هذه ثم تشتري هذه ثم تشتري هذه من حسن العرض. ونحن معنا الحق، وكثير منا لا يحسن عرضه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نريد أن نخرج من هذه المحاضرة بهذه المفاتيح لنحسن عرض بضاعتنا، لنحسن الدعوة إلى الله عز وجل. من مفاتيح القلوب الرفق واللين، الرفق واللين. ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ويقول أيضا: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. الرفق اللين. دخل قوم من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيت عائشة رضي الله عنها، فقالوا: السلام عليكم، الموت واللعنة. فقالت عائشة رضي الله عنها: وعليكم، وعليكم غضب الله ولعنته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، وإياك والعنف والفحش. مهلا، تمهلي، ترسلي يا عائشة، عليك بالرفق، إلزم الرفق.
وإياك، يعني احذري وإياك والعنف والفحش. ولنتأمل في العبارات التي ردت بها عائشة، تقول: وعليكم غضب الله ولعنته. أي عنف في هذا؟ أي فحش في هذا؟ نعم، العبارات الرقيقة هي التي نتألف بها القلوب. العنف باب منفر، الغلظة والفظاظة طريق للإبعاد ليس للتقريب، طريق لسد القلوب لا لفتحها. الرفق، اللين، العبارات الطيبة الرقيقة يفتح الله عز وجل بها قلوب من شاء من عباده. إننا نمر بمرحلة أساء البعض التصرف، وشوه البعض الصورة، وبعد ولم يقرب، والناس هم مادة دعوتنا، فلا بد وأن تكون روابط الألفة والمحبة هي التي بيننا وبينهم، لأن وجودنا بينهم لدعوتهم ليس لأمر آخر، إنما لدعوتهم إلى الله عز وجل. والقلوب وحشية، فمن تألفها أقبلت عليه. ومن الصعب جدا أن تنقل إنسانا عن معتقده أو عن عادته وأعرافه إلى ما تريد، هذا من الصعب جدا. إن لم تكن معك هذه المفاتيح فلن تنجح، إنما بهذه المفاتيح تنجح. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة آل عمران آية يسميها العلماء آية القيادة: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. انظر، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. كذا أيضا من مفاتيح القلوب الابتسامة والهش والبشر. الابتسامة والهش والبشر. الابتسامة نصف النجاح في الدعوة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني بوجه ضاحك مستبشر. يقول جرير رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهي صلوات الله وسلامه عليه. الابتسامة، الابتسامة علامة على انشراح الصدر. يقولون في المثل: من لا يستطيع أن يبتسم لا يستطيع أن يفتح دكانا. تخيل،
لو واحد واقف في دكان كل ما يجي له حد عايز دي يقول له مفيش، تعالى بعد ساعة، تخيل كده، ده يعمر الدكان، يفتح تاني، حد هيجيله؟ مش حد هيجيله. إنما عشان كده من العلم المعاصر علم ايه؟ علم التسويق، ويقول لك عايزين مسوق او عايزين بائع بصفات معينة، بائع يجيب الزباين مش يطفش الزباين. فمن لا يستطيع ان يبتسم لا يستطيع ان يفتح دكانا. ده بيبتسم غصب عنه، ممكن يكون عنده مشاكل الدنيا، ولكن لازم يحل لقمة عيشه. ده احنا بقى مش لقمة عيش، ده احنا احسن بضاعة معانا. ازاي نعرضها؟ بوجه مقطب، بعبارات سيئة، بعبارات عنيفة، بخطابات تكفير او عنف او غير ذلك. من يسمع منا؟ من يقبل منا دعوتنا؟ انما تقبل الدعوة بهذه المفاتيح: رفق ولين، عبارات شفقة، تقدير ورحمة وابتسامة، ووجه طلق، ضاحك مستبشر. كذا أيضا من مفاتيح القلوب عبارات الاحترام والتقدير وإنزال الناس منازلهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلوا الناس منازلهم، أنزلوا الناس منازلهم. وكذا أيضا عندما نقرأ في قصص المرسلين في القرآن: ما من رسول ولا نبي إلا قال لقومه: يا قوم، يا قوم. يقول إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبتي، يا بني. كذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عتبة ابن ربيعة ويكلمه وشدد له في القول رسول قريش إليه، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه، ثم قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ لما انتهى: أفرغت يا أبا الوليد؟ انظر، يكلمه بأي طريقة، يخاطبه بكنيته، والكنية من السنة ومن الاحترام. أفرغت يا أبا الوليد؟ لم يعنف له قولا صلوات الله وسلامه عليه، وإنما احترمه وأنزله منزلته. فيقال للشخص: حضرتك لو سمحت، إذا كان طبيبا، يا سيادة الدكتور، يا أستاذ، يا مهندس، يا وزير، يا رئيس، يا محافظ، أنزله منزلته ليقبل منك الكلام، إن أهنته فقد سدت أذنه، لن يسمع منك نصيحة. إن لم تقدم عبارات التودد والتحبب والاحترام والتقدير ستغلق الآذان، أما إن قدمت عبارات التودد فأنت بذلك تهيئ نفسيته لاستقبال ما عندك. عبارات الاحترام والتقدير وإنزال الناس منازلهم.
كذا أيضا من مفاتيح القلوب الثناء على الإنسان بما هو أهله، والثناء على الإنسان بما هو أهله. فمثلا وأنت تخاطبه أثنى على كلامه، أثنى على الخير الذي في كلامه، كلامه فيه صواب وخطأ، فيه خير وشر، أثنى على الصواب، أثنى على الخير، قل له جزاك الله خيرا فإنك قد قلت كذا وكذا وهذا من الحق والخير. ثم قل له لكن هذه العبارة التي قلتها هذه العبارة مجانبة للصواب، صوابها كذا وكذا لأن الله يقول كذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. فأثنى على كلامه وتعلم أدب الحوار ولا تقاطعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاطع أحدا في حديثه، وكان إذا أقبل على أحد أقبل عليه بكليته صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأدب العظيم، أشعره أنك تحترم خطابه وحديثه وأنك تحب أن تستمع له. كان عطاء يقول إني لأستمع إلى حديث الرجل وأظهر له أني أسمعه لأول مرة مع أني سمعته قبل أن يولد. بص الأدب، الأدب يعني يوري له أن أنا أكني بسمعه منك أول مرة، ما يظهرهوش أنه سمعه قبل كده، ما أنه يقول أنا سمعت قبل أن يولد. من مفاتيح القلوب أيضا الهدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، ويقول أنس رضي الله عنه وهو يوصي بنيه قال يا بني تباذلوا فيما بينكم فإنه أود لما بينكم. تباذلوا يعني تهادوا فيما بينكم فإنه أود لما بينكم. الهدية كذا أيضا من مفاتيح القلوب، من مفاتيح القلوب نشر السلام، فيقول صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. من علامات الساعة سلام المعرفة، ولذلك صلى الله عليه وسلم قال ألق السلام على من تعرف ومن لا تعرف. من علامات الساعة إن الواحد ما يسلمش إلا اللي يعرفه، وده كل الناس وقع فيه. يعني ما يجيش يقول لك أنتوا مثلا كإخوة وسنيين ملتحين سلفيين بسلموش إلا على بعض، لا كل الناس كده. في إخوة للأسف ناس مفروض انها ملتزمة بدينها ما بيسلموش الا على بعض، وناس تانية الناس كلها بقى يعني مثلا اي واحد مش في الشارع لو ما قابل الناس ما يعرفهمش بيقول لهم السلام عليكم، لا انها بيسلم على اللي يعرفه بس، وده من علامات الساعة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم بذل السلام عبادة، هذه الوسيلة من وسائل التحابب في المجتمع. وكان من الصحابة من يخرج من بيته لا يخرج إلا لإلقاء السلام على المسلمين. وإن جربت ومارست ذلك لوجدت خيرا. أنا أضرب لك مثال، لو أنت جاي المسجد
في سكتك وانت جاي المسجد واحد قاعد على الكرسي كده ما بيصليش، ما بيجيش يجي يصلي، وانت فيش بينك وبينه معرفه ولا كلام ولا اي حاجه، انت لازم تتالفه. القلوب وحشيه فمن تالفها اقبلت عليه. فانت جاي تقول له السلام عليكم ورحمه الله، يقول لك عليكم السلام ورحمه الله، وانت رايح السلام عليكم ورحمه الله، وانت جاي السلام عليكم ورحمه الله، بتعمل ايه انت؟ بتعمل ايه؟ بتعمل تاليف، بتالفه، بتعمل بينك وبينه صله، بتعمل جسر للكلام. ممكن، ودي بالتجربه، ممكن تلاقيه الشخص ده في يوم من الايام تلاقيه بيصلي معاك في المسجد من مجرد السلام. طب لو انه ما جاش، انت بقى رايح جاي، تقوم رايح متعرف عليه، بينك وبينه بقى خلاص في صله اهي، السلام عليكم انا فلان فلان انا جارك هنا، وهو اقول لك انا ده انا مش عارف كذا، صله كلام. وبعدين واخد بالك ممكن مثلا تجيب له هديه، ودي تقول له فلان احنا بتشوفكش معانا ليه في الجامع تصلي معانا، دي الصلاه دي فريضه الاسلام وركن اركان الدين، ودي اللي ربنا يبارك لك فيها، وتقعد تتكلموا عن الصلاه بادله ترغيبيه، يقول لك اصلك والله عشان الدكان اصلا انا مكسل اصلا انا مش عارف ايه. طب مثلا انت ممكن الدكان، ممكن انا اجي اقفلك بعد الصلاه، بعد الصلاه اجي اقفلك وتروح تصلي وتيجي، ممكن ان انت تصلي في الدكان، تصلي في الدكان، المهم ان يصلي وشويه شويه هيصلي في الجامع. وده حاجات بسيطه جدا، بالسلام بس، اضحك في وشه كلمتين كويسين، وهتلاقي الانسان ده معاك في الجامع. مش هو ده الغرض؟ مش انت غرضك ان ده يصلي يعبد ربنا؟ مش ده غرض؟ مش انت غرضك ان ده يحب ربنا؟ مش غرضك انك تكتر الخير والصلاح وتقلل الشر والفساد؟ مش هو ده غرضك؟ يبقى اذا استعمل الوسائل الطيبه دي، استعمل المفاتيح الطيبه دي. برضو من المفاتيح الدعويه حسن الهندام والمظهر وطيب الريح. هذا الرجل الذي اتى للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الكبر بطر الحق وغمط الناس، قال يا رسول الله إن الرجل ليحب أن يكون ثوبه نظيفا ونعله جميلا، قال إن الله جميل يحب الجمال. يقول عمر رضي الله عنه إني ليعجبني الشاب الناسك، يعني العابد، نظيف الثوب طيب الريح، نظيف الثوب طيب الريح. وتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم. وتأمل بقى عندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أول شيء يبدأ به صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت، إيه أول شيء؟ السواك. أول حاجة صلى الله عليه وسلم يبدأ أو ما يخش البيت السواك. ليه؟ عشان يطيب فمه صلوات الله وسلامه عليه. أقرب اثنين من بعض سماها الله عز وجل، سماهم الاثنين سكن للآخر، الزوج وزوجته. فلذلك لابد أن يهتم الزوج بنظافته وبجماله وبرائحته حتى لا ينفر أحدهما من الآخر، كما يقول ابن عباس إني لأتجمل لامرأتي كما أحب أن تتجمل لي. أنت بتقرب من الناس، أنت دلوقتي عايز تدعو الناس، عايز الناس تقبل عليك،
إذن لابد أن تأخذ بأسباب التأليف وهذا الإقبال. رائحة طيبة، الفم كل رائحة طيبة، استخدام السواك باستخدام الفرشاة، مهم إنسان يتعاخليش إنسان ينفر منه، فيش إنسان مش عايز حد مش عايز يسمع منك كده، وإنما تجعل الناس يقبلون عليك باستخدام هذه السنن التي وردت عنه صلوات الله وسلامه عليه. المفاتيح كثيرة، آخر مفتاح حسن الخلق. يقول صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس بإيه؟ بخلق حسن. إيه الخلق الحسن؟ بذل المعروف وكف الأذى، بذل المعروف وكف الأذى، أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، أن تخالقهم بخلق حسن، ألا يجدوا منك إلا معروفا، تخزن عنهم شرك. ده من أعظم مفاتيح الدعوة يا الله عز وجل. الناس ترمقك انت كراجل ملتزم، الناس فاهمة ان الناس الملتزمين دول ملايكة ما بيغلطوش، وان دول كذا وكذا وكذا، فمستني لك حتى لما تيجي تتكلم لو انت عملت حاجة مع الناس يقول لك عيب عليك ده انت حتى شيخ، عيب عليك ده انت حتى ايه شيخ، يعني هو حاطط في دماغه ان انت ما تغلطش وان انت ما تعملش حاجة زي كده. يبقى انت لابد ان تكون في احسن صورة خلقية، ان تعامل الناس معاملة حسنة، بالاخلاق دي تفتح القلوب ان شاء الله تعالى. في بلاد اتفتحت بالاخلاق، انظر كده وسط افريقيا، كان ينزل السودان المسلم من فوق من الشمال ينزل على الجنوب تحت، الجنوب في الوثنيين، فكان التاجر السوداني المسلم ينزل يبيع ويشتري تحت، يبيع ويشتري وبعد كده يقوم يصلي، ينهي الصلاة يلاقي الوثنيين بيصلوا بصلاته ويسألوه انت مين، ويقول لهم انا مسلم وانا كذا وكذا. ايه اللي خلاهم كده؟ الصدق والامانه في البيع والشراء والاخلاق الطيبه في البيع والشراء، ثم يدخلون في دين الله عز وجل. احذر احذر ان تصد عن سبيل الله. قال سبحانه: ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. الآية دي في مين؟ انت عارفين الآية دي في مين؟ الآية دي في واحد بيبيع ويشتري او بيتعامل اي معاملة، وجي واحد بيشتري منه، قول كافر قول مسلم عاصي، بيشتري منه فيحلف له بالله يقول له: والله بص والله ده انا شاريها بكذا، والله دي سليمة. ياخدها ويبص لقاها معيبة، يقول ايه؟ يقول: لو كان دين هذا حقا ما غشني ولا خدعني. فيكون ذلك الشخص سببا في صده عن سبيل الله. الآية دي معناها كده: ولا تتخذوا أيمانكم الحلفان، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، بما صددتم عن سبيل الله. من تصدته عن سبيل الله هو لما غشيته في البيع والشراء وفي المعاملات
قال لك لو كان دين هذا حقا ما غشني ولا خدعني، صديته عن سبيل الله. ونفس الحكاية برضو، ما احنا بنقول احنا في واقع غربة. انت راجل شيخ عند الناس، انت راجل ملايكة، انت راجل لا بتغش ولا بتخدع ولا بتكذب ولا ولا ولا. تروح تعامل مع واحد وبعد يقول لك بص الشيخ غشني، ده انا مش هخش الجامع، ده دول لو فيهم خير كانش عامل فيها كده، ده الناس اللي كذا وكذا احسن منهم الف مرة. وتكون انت السبب، انت السبب اللي صدته عن سبيل الله. ده ممكن الشخص ده يسيب الصلاة بسببك، ده ممكن يكون الشخص ده اصلا ممكن يقول عبارات كفر بسببك، ويبقى انت صديت عن سبيل الله. انما ايه اللي يفتح القلوب؟ الاخلاق اخوانا، اخلاق صدق، الامانة، اخلاق الحسنة، جميع اخلاق الاسلام وادابه يفتح الله عز وجل بها القلوب. نقول نحن في حاجة الى ان ندعو الى ربنا تعالى بمعروف، بأخلاقنا، بآدابنا، ببصيرة، بعلم ويقين وبرهان. نحتاج إلى أن نثبت للناس أننا صورة غير الصورة، وأننا دعوة مميزة ودعوة تمييزية. نظهر هذا بأخلاقنا وآدابنا وحسن دعوتنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.